إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يوم يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر فألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أحوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في أولى جمعات هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كما قال الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إضافة طبعا إلى الصيام، لأن الكل يصوم، لكن البعض ربما يتكاسل عن القيام في ليالي رمضان، أو يصلي ما تيسر له ثم يذهب ولا ينصرف مع انصراف الإمام. فموضوع القيام في رمضان قرنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فشهر رمضان هو شهر الشحنات الإيمانية من صيام وقراءة قرآن ودعاء وقيام لليل والصدقة وإكرام الصائم أو إفطار الصائم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل أيضا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق ميسر إلى الجنة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. يعني من أراد طريقا سهلا ميسرا للجنة فعليه بهذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وأطعموا الطعام، فما بالكم بإطعام الصائمين مثلا، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا قيام الليل سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل على هذا الرجل وعلى هذه المرأة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته. وفي تكملة الحديث: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، يعني الأسرة كلها تعين بعضها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طبعا في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقيام الليل من صفات المتقين، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقيام الليل أعد الله سبحانه وتعالى لأصحابه ما لا عين رأت، حيث قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأيضا قيام الليل يجعلك من المنتسبين إلى الله، يجعلك من عباد الله، عباد الرحمن الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
وأيضا الله سبحانه وتعالى يعطي من يقوم الليل قناطير من قنطرة من الأجر، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي من الأجر بغير حساب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يأخذون قناطير مقنطرة من الايه من الحسنات ومن الأجر ومن الثواب. والله سبحانه وتعالى أعد في الجنة غرف مخصوصة لمن حافظ على قيام الليل، يعني أي نعم يحافظ على قيام الليل في رمضان، وحتى بعد رمضان يصلي ما تيسر له حتى ولو ركعتين. يعني ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات حتى ولو بعشر آيات لم يكتب من الايه من الغافلين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها، ويرى باطنها من ظاهرها. قيل: هي لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام يعني كان كلامه هين لين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقول التي أحسن. وصلى بالليل أي صلى قيام الليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل شرف للمؤمن ومكان المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم، أو جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. فالشاهد في الحديث وفي قول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، يعني مكانة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى بسبب قيام الليل، أن الذين يقومون الليل يكونون معروفون للملائكة، فيكونون معروفون عند الله سبحانه وتعالى ولهم مكانتهم عند الله عز وجل. أيضا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يكثر منها في هذا الشهر الكريم المبارك في شهر رمضان هو الدعاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد آيات الصيام في سورة البقرة، بعدما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبعدها قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية. فنجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني وسط آيات الصيام للدلالة على أهمية الدعاء لا سيما في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله سبحانه وتعالى ينادي على عباده في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه لا يردك صفر اليدين، حينما ترفع اليد في الدعاء وتدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيك بالدعاء واحدة من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يعجل لك دعوتك يستجيب الله سبحانه وتعالى وعلم فيها الخير لك، وإما أن يرفع عنك من السوء مثلها، وإما أن يؤجل الله سبحانه وتعالى لك ثواب هذا الدعاء إلى يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني دائما الإنسان لما يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى وعنده اليقين في إجابة الله سبحانه وتعالى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا، يعني في لهو والقلب غافل، وربما الإنسان يتكلم أو يدعو بدعوات وهو لا يركز فيما يدعو الله سبحانه وتعالى به، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء هو يحفظه وربما قلبه في مكان آخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. والله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عبادة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الله سبحانه وتعالى أن الذين لا يدعونه كأنهم يستكبرون عن عبادتي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الله سبحانه وتعالى كما قلنا الدعاء عبادة، بل هو من يعني أحب العبادات وأحب القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. ومن هنا ينبغي على المسلم أن يتحرى الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، ومن أهم هذه الأوقات الوقت الذي بين الأذان والإقامة، حينما يؤذن المؤذن وبين الأذان والإقامة، هذا الوقت من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، يعني فأكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما نعلم في السجود، فأقرب كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء. وأيضا بعد الصلوات المكتوبات، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له: يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أي الدعاء أحرى بالإجابة والقبول، فقال صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الآخر، يعني في وقت السحر: ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات يعني بعد الصلوات المكتوبات، وفي عصر يوم الجمعة، وأثناء السفر، وكما قلنا عند الفطر من الصيام. وسبق وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكرنا منها: والصائم حين يفطر. ومن أهم الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها عند الدعاء، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فهذا يسمى بحضور القلب، يعني من أهم آداب الدعاء حضور القلب، أن يكون قلبك حاضرا وأنت تدعو، تفكر فيما تدعو، يعني في تضرع في الدعاء. فحضور القلب والخشوع والرغبة والرهبة دي من أهم آداب الدعاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن دعاء الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال ربنا سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا يعني في تضرع كده في الدعاء، وحضور للايه، وحضور للقلب وخشوع فيه. وايضا من اهم اداب الدعاء حمد الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم، يعني اذا دعا، اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعده بما شاء. وحينما نلاحظ مثلا دعوة مثل دعوة جنون سيدنا يونس عليه السلام، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله عز وجل له، نلحظ أن فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وليس فيها دعاء. يعني حينما يقول سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني لم يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من ظلمات البحر ومن ظلمات بطن الحوت، وإنما هو فقط استغاثة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وثناء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين. فهذا يسمى بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفهم مراده. ولذلك قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وحتى في الدعاء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيد الاستغفار، نلحظ أنه كل ثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أن خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. شوف ده كله اسمه ثناء على الله. وبعدين فاغفر لي، يعني شوف الدعاء يعني كلمتين فقط: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا بس المقدمة دي كلها اسمها ثناء على الله سبحانه وتعالى. حتى في الدعاء الآخر الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يقوله حتى يبدل الله سبحانه وتعالى همه فرجا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا كله اسم ثناء. وبعدين: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وجلاء حزني. فهذا هو المقصود بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء على الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء. وأيضا يستحب أن يتخير الداعي اسم الاسم من أسماء الله الحسنى، اللي هو ولذلك الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت بتتخير الاسم الذي يوافق مسألتك. فإذا كنت تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة فعليك أن يلهج لسانك باسم الله سبحانه وتعالى، مثلا: الغفور، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي. يبقى تتخير الاسم من اسماء الله الذي يوافق مثلا. واذا كنت تدعو الله سبحانه وتعالى بالرزق مثلا فتقول: يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح علي. يعني الاسم الذي او الامر الذي تريد من الله سبحانه وتعالى ان يحققه لك، فعليك ان تتخير من الاسماء الحسنى ما يوافق هذا الاسم. وايضا أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة. يعني من الممكن أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بقراءتك القرآن، بقيامك لليل، بصيامك لرمضان، ببرك بوالديك، بالصدقة، بالإكرام، بأي شيء. دي اسماء الأعمال الصالحة من الممكن أن تتوسل الله سبحانه وتعالى بها في الدعاء. وذكر الله عز وجل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالأعمال الصالحة والمسارعة في الخيرات ذكر الله سبحانه وتعالى في دعائهم بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأنتم تعلمون حديث الصخرة، الأمة الثلاثة الذين وقعت عليهم صخرة لما دخلوا غار وانسد عليهم الغار، وكل واحد قام ودعا الله سبحانه وتعالى بعمل من الأعمال الصالحة التي يعني ظن فيها إخلاصه لله سبحانه وتعالى. كل واحد دعا الله سبحانه وتعالى بأمر ما. وكان من هذه الدعوات في واحد دعا الله سبحانه وتعالى بعفته: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وراودتها يوما عن نفسها فامتنعت حتى إذا ألمت بها ضيقة مالية جاءتني وطلبت منها أن أجلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، ولما قمت بين شعبها الأربع، يعني كان منها مقام الرجل من زوجته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها وهي أحب ما تكون إلي. بس هو لما وقع في كربة ووقع في ضيق تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الموقف، فكان من الله سبحانه وتعالى أن جعل الصخرة تتحرك. والآخرون لما دعوا الله سبحانه وتعالى بأدعية ربما تعرفونها، فجعل الله سبحانه وتعالى الصخرة تتحرك وخرجوا يمشون. وإلا كانوا من الممكن أن يموتوا في هذا الغار، لأنهم لم يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي سبق وقاموا بها في حياتهم. وأيضا من أهم آداب الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء كما تدعوه في الشدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. إن بعض الناس ربما لا يعرف الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف الطريق إلى المسجد، ولا يعرف الطريق إلى بيت الله إلا إذا نزلت به مصيبة أو نزلت به قربة من الكربات. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب
فليكثر الدعاء في الرخاء. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وذكر: وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي دعاء سيدنا سليمان عليه السلام ده في يعني لما دعا الله سبحانه وتعالى بعدما يعني رأى النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك للصالحين. هذه الدعوة دعاها لما رأى الجنود تحشر من الطير والحيوانات والحشرات، وسمع إلى صوت النملة، قالت نملة: يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، ودعا الله سبحانه، يعني تذكر دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف اللي فيه يسر وفيه رخاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخر الدعاء. من أهم الأمور التي تمنع إجابة الدعاء، لأن ربما بعض الناس يشتكي أنه يدعو الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاءه أو لا يستجيب دعاءه، من أهم الأمور التوسع في الحرام أكلا ومشربا ولبسا وتغذية. وهذا الأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له؟ فأنى يعني استبعاد استجابة الله سبحانه وتعالى لهذه النوعية من الناس. وأيضا الاستعجال وترك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إنسان يدعو ويريد أنه يعني دعاءه يستجاب فورا، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يتعجل في الدعاء، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وبعض الناس يسأل هذا السؤال، يقول: لماذا تتأخر استجابة الدعاء في بعض الأوقات؟ فيعني يقول مثلا: أنا أتحرى أوقات الدعاء وأتأدب بآدابه، ولا أرى مانعا من موانع الإجابة، ولا آكل حراما ولا ألبس حراما، فلماذا لا يستجاب لي؟ فربما تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء ويكون فيه شر لك، وانت عارف يعني ما هو الخير، يعني أنت مهما كنت علمك قاصر وعلمك محدود، فربما تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء ويكون فيه شر لك، أو يكون اختيار الله لك في العاجل والآجل أولى من اختيارك لنفسك، تدبير الله سبحانه وتعالى لك أفضل وأولى من تدبيرك أنت العبد الضعيف لنفسك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني هو يدعو ويظن أن هذا الأمر خير له وهو شر له، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكلنا يعلم قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبه شيئا وهو شر لك. طب من كم من شيء دعوت الله سبحانه وتعالى به ولما حقق كان فيه شر لك؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذلك شرعت لنا صلاة الاستخارة، لأنك أنت أصلا ما أنتش عارف ما الذي يكون لك في المستقبل. وذلك أنت لما تستخير بتقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي تدعو الله سبحانه وتعالى به خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، العاقبة يعني في المستقبل وعاقبة أمري، أو عاجل أمري في الوقت الحالي وآجله، وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي يا رب العالمين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله سبحانه وتعالى دعوته، أو أن يرفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ثوابها إلى يوم القيامة. يعني أنت في جميع الأحوال مستفاد من دعائك لله سبحانه وتعالى. ولنا في هذه المسألة قدوة بالأنبياء والصالحين، حينما نتأمل في قصص الأنبياء وفي حياة الأنبياء
نجد مثلا أن نبيا مثل أيوب عليه السلام يعني ظل السنوات الطوال والسنوات العديدة في الابتلاء وهو نبي ويدعو الله سبحانه وتعالى ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب له في الوقت اللي هو اختاره الله سبحانه وتعالى له. وزكريا عليه السلام وهو نبي ينادي الله سبحانه وتعالى دائما ويتضرع الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالغلام الذي يحمل اسمه. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ومع ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى له في الوقت الذي اختاره الله سبحانه وتعالى له. وسيدنا يعقوب عليه السلام، ثم سيدنا يعقوب يعني فقد يوسف سنوات عديدة وهو نبي من الأنبياء، وفقد عيناه من الحزن وهو كظيم، ومع ذلك يتضرع الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليه ابنه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أعاده إليه في الوقت الذي حدده الله وقدره الله عز وجل. وذلك يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: إياك إياك أن تستطيل زمن البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء ومتعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. أنت في جميع الأحوال متعبد الله سبحانه وتعالى بالصبر، متعبد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.